ومن مقر مجلس الأمة الجزائري ينضم إلينا كريم قندولي مراسل الغد. كريم، في مشروع تعديل الدستور، ما الذي ناقشه مجلس الأمة الجزائري حتى هذه اللحظات وما الذي تبقى؟ نعم حسين، مساء الخير. مساء الخير. منذ صبيحة اليوم كانت أو حطت وثيقة تعديل الدستور هنا بمجلس الأمة بالغرفة العليا للبرلمان. تعتبر هذه المؤسسة الدستورية الثانية في البلاد بعد الرئاسة. إذن بعدما وصلت مباشرة بدأت أو عرض هذه الوثيقة ونص مشروع تعديل الدستور على اللجان التي كانت هنا. الاجتماع كان موسعا عبر اللجنة القانونية ومختلف لجان المجلس الأمة وأيضا رؤساء كتل البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان وزير العدل وأيضا بطبيعة الحال ممثل الحكومة ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد الذي عرض نص المشروع. إذن حتى الآن كانت مبرمجة حوالي 42 مداخلة من طرف الحضور في هذه القاعة التي توجد الآن خلفي بأبواب مغلقة. هناك بث آخر مباشر أيضا موجود حتى يتمكن الصحفيون من متابعة أطوار هذه المناقشة. لكن الكثير من النواب تصبت كل مداخلاتهم في إطار تثمين ما جاء في نص وثيقة الدستور تعديل الدستور وأيضا تثمين خاصة للمرجعية التاريخية التي كانت باختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر. كريم، وبالتالي يأتي السؤال هنا، أمس وافق المجلس الشعبي الوطني على هذه التعديلات، هل هذه الموافقة بالأمس تعني أن مجلس الأمة سيوافق على هذه التعديلات كما هي اليوم؟ هذا سؤال في محله حسين، لأنه بطبيعة الحال تقليديا الأمور التقليدية التي معتاد عليها الشارع والجمهور الجزائري والنخبة السياسية أيضا على أن كل مشروع قانون يأتي من طرف المجلس الشعبي الوطني هو مباشرة يتم التصويت عليه هنا في مجلس الأمة. قد يقول البعض بأن ذلك عمل روتيني وأن ربما هذا يلغي أهمية مجلس الأمة، لكن لابد من الإشارة والتأكيد أيضا بأن هذه المؤسسة الدستورية هي ذات أهمية كبيرة وهي المؤسسة الثانية بعد الرئاسة. حتى في الدستور القديم لما كان هنالك عارض وتم تطبيق المادة 102 من الدستور كان رئيس مجلس الأمة هو الذي تولى الأمور بالنيابة وكان رئيسا للدولة. بالتالي لا يمكن إلغاء هذه الأهمية، لأنه لا قدر الله لو كنا ربما في حالات أخرى غير هذه لو يعترض مجلس الأمة لا يمر أي مشروع. لكن نحن الآن في حالة لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة حسب المؤشرات الأولية على أنه يرفضون التصويت على هذه المسودة أو مشروع تعديل الدستور بأي حال من الأحوال لأسباب عديدة نذكر منها أن المتواجدون هنا في أعضاء مجلس الأمة وهم 142 عضوا متشكلون من ثلاث لجان، اللجنة الأولى من ثلاث كتل، اللجنة الأولى من جبهة التحرير الوطني هذه الكتلة الأولى، الكتلة الثانية من التجمع الوطني الديمقراطي، والكتلة الثانية من التجمع أو القول الثلث الرئاسي. بالتالي كل أعضاء مجلس الأمة تابعون لما يسمى هنا بالموالاة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعرقل. حتى الذين قالوا بأنهم ما يتحفظون عن بعض النقاط قالوا لا نريد أن نقف في أمام مرور هذا التعديل الدستور أمام الشعب. شكرا جزيلا لك زميل كريم قندولي مراسل الغد، كنت معنا من مقر مجلس الأمة الجزائري.